يعني أنا معجبة جداً كنت فيها، معجبة في فتاة بسيطة بتحكي بلهجتها المحببة القريبة للقلب، ومعجبة في إنه فتاة سودانية محاطة في الكثير من الشباب والذكور والإناث بحبوها بسمعوها وعم بيعيدوا وراها. يعني المشهد كان كمشهد مجرد مشهد جميل، أنا جداً كنت معجبة ببساطتها وبكيف تعاملت مع المشهد. هي محببة للقلب، ومش بس أنا اللي شفتها، هيك ترى ملايين شافوها. زي النساء دائما قلوبهم، يعني قلوبهم بيضاء، النساء قادرات على العطاء، النساء في الزمن هذا زادت مهماتهم، زادت يعني صارت تشتغل برا البيت وجوا البيت، وإلها آراها وإلها فكرها. ولسه لليوم نحن نعاني من بمجتمعاتنا بالذات من طغيان الذكورة. فإذا أنت فلما تشوف مشاهد زي هيك، المرأة يجب أن تثور، يجب أن تثور على كل ظالم، ويجب أن تثور على أفكار بالية، ويجب أن تثور على من يقزمها ويقزم إنجازها ويقولبها مثلا في قوالب مش لإلها. ثوري فالمرأة ثورة. أنا يعني أنا مؤمنة في هذا الكلام، مش بس في السودان، في كل مكان. ثورة على القديم، ثورة على التقزيم، على التحجيم. يعني هي مثل، وفي كثير زيها أمثال. أنا معجبة فيهم، ونحن نطمح إنه هاي المرأة في كل مكان تمكن، يعني تنعطى كل الأدوات اللي بتنعطى للرجل، ووقتها نشوف أداء مشترك وتوصل هي لإيش ما بتقدر توصل للفول بوتنشل.